السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوتي اخواتي حبوباتي اخوتي العزاز، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وصباحكم مبروك ونهاركم مبروك. ان شاء الله هذا الفيديو هذا يدخل عليكم بالخير والخمير. كنقول للناس اللي عاد التحقوا بيا في القناة، راني شفتكم، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا انكم وضعتوا فيا الثقة والتحقتوا معي بالقناة. وكنقول للناس اللي ديما مدعميني، كنقول لكم بارك الله فيكم والهلا يخطيكم عليا، وما تنساوش اختكم هاجر باللايكات والبارطاج، والله يحفظكم ليا. خوتي العزاز، جيت البيت ديال ولدي باش باش نخليه هو ترونكيل. البارحه خوتي من حطيت لكم لا فيديو ديال تسويه الاوراق المهاجرين، واحد الفئه من المهاجرين اللي غادي يديروا لهم الوراق ديالهم. كاين اللي ما شافش الفيديو حتى الاخر، وهذا واحد المشكل اللي كيوقعوا فيه الناس بزاف، ما كيشوفوش الفيديو حتى الاخر وكي كومونطيو. انا كنصحكم يعني ملي كيكون شي فيديو فيه سيرتو فيه النصائح ولا فيه شي اخبار، الله يعطيكم الصحه اخوتي الا ما بقاو تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، لان كنحط فيه شي معلومات اللي تستافدوا منها. كاينين البارح الناس اللي ما شافوش الفيديو من الاول حتى الاخر وكيوضعوا تساؤلات في الكومونتير، يعني مادام انا حاطه هذاك السؤال الجواب عليه في الفيديو، ما كاينلاش اخوتي تسوليني في الفيديو، تسوليني في تحت في الكومونتير، لان الجواب ديالو راه كاين. كاينين الناس اللي تيسحب لهم بان كاع المهاجرين بدون اوراق غادي يديروا لهم لي بابي ديالهم، غادي يديروا لهم يعطيهم اوراق الاقامه. خوتي نتوما ما تفرجتوش في الفيديو حتى الاخر، انا ما قلت لكمش كاع المهاجرين اللي ما عندهمش الاوراق غادي يديروا التسويه ديالهم، غادي يعطيهم اوراق الاقامه. لا خوتي، قلت لكم كاينه واحد الفئه اللي صادق عليها ماكرون، وهما نعاود نقولها لكم في هذا الفيديو هذا، الناس اللي كانوا خدامين في الفندقه لا ريستوراسيون، الناس اللي كانوا خدامين في النقل يعني في الموين ترونسبور، لي طاكسي، في لو بوس، في لي طران، يعني في ميدان النقل، الناس اللي كانوا خدامين في الحراسه، الناس اللي كانوا عندهم ديبلومات في سيكوريتي ولا شي حاجه، كل ما يتعلقوا بالحراسه، والناس اللي عندهم ديجا كانوا خدامين اللي عندهم خبره، الناس اللي كيقابلوا الناس الكبار او المعاقين. البارحه اخوتي كنت ملي كنصوت لكم الفيديو كنت مستعجله، كنت مزروبه. علاش؟ لان كانت عندي 10 دقائق باش غنصوب الفيديو قبل ما يظلم الحال، 10 دقائق قبل كنت غنصوب الفيديو قبل ما يظلم الحال، كان عندي رونديفو مع الطبيبه الله ينجيكم. داكشي علاش يعني كنعطيكم، راني فرحانه معاكم ومازال باقا فرحانه معاكم، وكنعطيكم معلومات، وبقوه ما عندي بزاف ديال الافكار مع لاحظتوا ما كنحبش الفيديو، وليت كنقول شي لي فوت بحال كومبرومي دفونت، يا بروميس دومبوش، يعني بقوه ما عندي الافكار بزاف في راسي، وليت كنخرج الهضره غلطه. داكشي علاش كتبت لكم في الكومونتير ديالي تحت استسمح، راني درت اغلاط، ولكن الحمد لله راكم نتوما فهمتوني، يعني لونغاج راه باين، نتوما فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم اخوتي. حنا قلنا هاد الخمسه د الفئات اللي غادي يبداو بهم باش غيصوبوا لهم الوراق ديالهم، غيبداو بهادو، من بعد عاد غادي يشوفوا الناس الاخرين، الناس القدام اللي عندهم 10 سنين باقي ما عندهمش الوراق ديالهم، الناس اللي فريمون يبداو بالقدام، الناس القدام اللي ما اللي عايشين هنا وما عندهمش الوراق، هادو هما اللي غيجيو الدور ديالهم من بعد. تلقيت واحد بزاف من لي كومونتير، الناس كيقولوا عندكم اتونسيون هذه راها سياسه. على السياسه زعما الا مشيتو كدفعوا باش تاخذوا الوراق غادي يعرفوكم انكم نتوما من المهاجرين، غنخليكم لي كومونتير اللي جاوني انكم يعرفوكم انكم نتوما من المهاجرين، وغادي يصيفطوكم للبلاد.
انا ما قلتش، الناس اللي قالوا، وانا بالرأي ديالي ما كنظنش. يعني مادام من 2024 غادي تجي الاولمبياد اللي قلت ليها انا في الفيديو اللي قبل كاس العالم سمحوا لي، يعني ما كنظنش انا غادي يخرجوا هاد الهضره باش يديروا تسويات ديال المهاجرين، وفي الاخر غيكون غير واحد اللعبه او غادي تكون غير واحد السياسه باش ينقصوا الناس اللي المهاجرين اللي ما عندهمش الوراق من فرنسا. تلقيت عاوتاني واحد الكومونتير، غادي نخلي لكم هنا، واحد السيد او سيده ما عرفتش قلتوا لي ماشي الحراك المهاجرين بدون اوراق. خوتي حنا ولاد الشعب، حنا ولاد الشعب، راه اصلا الحراك براسو اللي ما عندوش اوراق كيقول لك انا حارك، يعني المهاجرين بدون اوراق باللهجه ديالنا هي حراقه. انا كنهضر ديما بواحد لي تيم، كنهضر بواحد لي مو اللي مفهومين اي واحد يفهمهم، ماشي زعما كنقول حراك زعما كنقلل من النيفو ديالو، لا بالعكس اخوتي، اما كون كنت كنقلل من النيفو ديال الحراقه ما غندويش كاع، ما نجبش كاع في هاد المواضيع، نبقى في المواضيع ديالي الاخرى. لا خوتي، انا مادام مخا كنقول حراقه راه كلشي كيقول حراقه، عرفنا راه مهاجم بدون اوراق او الاجانب بدون اوراق حيت ماشي على كنقولوا حراقه من صغرنا وحنا كنقولوا راه حارق غادي نحرق هذا وهذا، يعني هاد الكلمه هادي راه جاي بها العمل كلشي كيقولها. المهم اخوتي، الا كان شي جديد ان شاء الله غادي ديما غنبقى نزلو لكم ان شاء الله، وانا كنزل ديما الخبر اللي موثوق منه، يعني ما كنجيبش شي حاجه من راسي ونحطها لكم باش نجيب المشاهدات، لا خوتي، كنجيب شي مصدر موثوق منه باش كنحط لكم. تسناوني ان شاء الله في العشيه مع 8 العشيه غادي نخلي لكم واحد الفيديو اللي فريمون فيه معلومات اخرى، وما تنساوش انكم تشتركوا معي في القناه اللي اول مره كيشوفني، وما تنساوش ديروا اختكم البارطاج وتعاونوا معايا كما كنتعاون معكم. وشكرا لكم بزاف على الكلام ديالكم الزوين اللي شفتو في الفيديو ديال البارح، ان الناس كيقولوا لي فريمون بانت فيك الفرحه انك فرحتي مع خوتك وخوتك الحراقه، واخا انتي ماشي حارقه كتفرحي الناس. بيان سور اخوتي، اللي قلبو بيض غيبغي الخير لراسو وغيبغي الخير للناس. انا هاد القناه هادي راه كانوا معايا الناس نهار فاش حليتها، وهما معايا تقريبا دابا شي عامين ونص. داكشي اللي كنشوفو في هاد البلاد زوين وكنستافد منه راه كنبارطاجيه معاكم، علاش؟ باش ماشي غير نستافد انا بوحدي، يستافدو الناس كلهم. ما نطولش عليكم اخوتي الفيديو، تسناوني في العشيه ان شاء الله، محي عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا خويا.